تحت لنا الفرصة المشاركة في المعرض الدولي لشجرة الأرقان اللي كتوافق مع شرامي اليوم العالمي لشجرة الأرقان، اللي كنشكروا كاع المنظمين منهم لانزوال من الفلاحة الجهة اللي كان دائما بجنب الناس ديال الأرقان، وتعرض في هاد لامدينة، هاد لامدينة اللي هي تراثية وانسجمت مع هاد المواد ديال الأرقان وأملو والعسل والمواد ديال الجميل لي كريم لي صابون لي غلوس لي المهم بزاف ديال المشتقات ديال الأرقان. السلام عليكم، اسمي رقية أنفلوس، رئيسة التعاونية الفلاحية السوراك جامعة أورير أكاديري دوتنان. نوش كده نشارك ها المعرضات الدولي لشجرة الأرقان. نشكد درنا زيت أرغان جميل، زيت أرغان الأكل، درنا على البرودويات أرغان صابون الكريم شامبوان، درنا عملو أرغان دلوز تامنت. نشكد نشارك حتى نكوني جوج التعاونية كل شيء باش نزرد التجارب التعاونية تيضنا نتبادل التجارب يسوسمع بزاف نشارك هالمعريضات. نتمنى الخير لقدام إن شاء الله. استغلال الإقبال بخصوص المنتجات؟ شوية الحمد لله، شوية لو كان الإقبال الحمد لله. السلام عليكم، حنايا فرحانين اننا نكونوا في المعرض الدولي للارقان، وحنايا جينا باش نعرفوا بالحوايج اللي كنديروا. حنا تنديروا النقص ديال الحنة باعتبار ديالو انه شي حاجة اللي هي مغربية وبقات من التقاليد المغربية. حنا كنديروا النقش الفاسي، تنديروا المغربي، تنديروا الامازيغي تزرزيت، وكنديروا الكرا ديال الكليسات ديال الحنة ديال الخطبة ديال الحنة 7 شهور ديال عقد القيران، يعني كل ما عنده علاقة بالموروث الثقافي المغربي والتقاليد المغربية. ومرحبا بكم، والمحل ديالنا كاين في سوق الحد أكادير، مرحبا. الارتفاع الأسعار ديال الأرقان هذا يعني يحز في النفس، كيضر في النفس. لا بالنسبة كيقولوا لا راه تعاونيات مغليين الأرقان، لا تعاونيات النساء، بالعكس النساء ديال الأرقان هما المتضررات الأكثر متضررات في هذا الموقف هذا، لأن شجرة الأرقان نقولوا الجفاف، نقولوا الجفاف هو اللي دخل، ولكن الجفاف راه دائما كاين، الجفاف دائما كاين، والشجرة ديال الأرقان يعني صابرة لكاع المؤثرات المناخية اللي كاينة، ونقولوا دخل الجفاف شوية، ولكن دخل الاحتكار هذا هو اللي كيقتل، هذا هو اللي كيقتل الأرقان أو كيقتل حتى المرأة، لأن الاحتكار ديال المادة الأولية هو اللي كيساهم في الارتفاع ديال المادة الأولية، وهذا الارتفاع كيؤدي إلى غلاء زيت الأرقان. يعني ماشي المرأة اللي كتدي للمرأة ديك لا مارش كلها راه مزيانة، ولكن هذه المرأة القروية وهذه المرأة الأرقانية راه قانوعة كتقنع غير بالقليل. السلام عليكم الخوت، حنا كنتواجدوا اليوم في المعرض الدولي ديال الأرقان في مدينة أكادير. تبارك الله بالرعاية ديال سيدنا، تبارك الله على المنظمين، تبارك الله على مدام لطيفة اليعقوبي، تبارك الله على كاع الناس اللي عاونونا. أنا كمشاركة ديالي الثانية ديالي في هذا المهرجان فاش بدا، حط فيه لي فولكلور دكناوة اسم كان كاع لي فولكلور، تبارك الله على السكينه ديال اكادير. كنقول السكينه ديال اكادير مرحبا بكم باش يشوفوا المعرض، راه باقي ان شاء الله حتى نهار الاحد ان شاء الله، والعارضين وتشوفوا معنا كاينه السلسله ديال بابا علي، تبارك الله عليه، بابا علي من زكى بابا علي اوي دواتيني، وتبارك الله على المغاربه الاحرار، ما نساوش الدار، تبارك الله على خويا عثمان، وتبارك الله على الطاقم التقني ديال الدار. جيو لمدينه بسرقاو باش تكتشفوا المعارض شي حاجه زوينه، وهادشي اللي بغينا لهاد المدينه هادي، المدينه تتزهر بالناس ديالنا. شكرا الناس ديال السلطه المحليه، الامن الوطني، المجلس البلدي، شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.